أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة استثنائية أخرى عن تاريخ الأمازيغ، حلقة تعنى بشخصية الباروني. اليوم بنستمر في الكرونولوجيا، أي التسلسل الزمني عن حياة الباروني اللي بديت فيها أول أمس. معذرة. وهذه تعتبر الحلقة الثالثة، ولكن الكرونولوجيا هذه الحلقة الثانية. كما ذكرنا في الشريط السابق، ترشح الباروني لمجلس المبعوثان اللي هو البرلمان، وفاز بأغلبية ساحقة، حيث تحصل على 3317 صوت من بين 22 مترشح. نبي نوريكم العريضة اللي هو نبي نوريكم العريضة اللي كان ترشح من خلالها الباروني وتحصل على فيها، يعني فيها المعلومات كاملة عن ترشحه والتوقيعات والأشياء المتعلقة بذلك، اللي ربما ومذكور فيها على فكرة بعض الأشخاص البارزين في الجبل، كانوا يعني أعضاء من اللي حنتكلموا على بعضهم، وبعضهم أصلا تكرم المسلسل، من أمثال مثلا اللي تكرم المسلسل ساسي بن سالم خزام، العضو في اللجنة الانتخابية والعضو في الجمهورية حكومة تيفر إلى آخره، وأشخاص لم يأتي عليهم المسلسل من أمثال يعني مثلا سعيد الشماخي، موسى عارف بيك جرادة اللي تكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، والعضو محمد مانا، وفي واحد تاني جرادة محمد ما نعرف شكون هو حقيقة يعني، وعبد الرحمن بن مسعود، ربما بعضكم يعلق عليه الاسم هذا بعدين، وعلي بن عيسى، وحتى من الطائفة اليهودية كان العضو اللي هو حيم قيدش من شقارنا على فكرة، من قبيلة شقارنا. فالمهم بعد ما تم انتخابه وكل شيء، شد الرحال الباروني، وصل إلى أستانة زي ما ذكرنا المرة الفاتت، تعلم من اللغة التركية في فترة وجيزة، وأصبح عضو نشط في الأستانة، تعرف على رجالات الفكر، العلم، السياسة في كل العالم الإسلامي، وربط صلات مع منظمات يعني مهمة هناك، منها منظمة تشكيلات مخصوصة. منظمة التشكيلات مخصوصة هذه اللي القرامة اليوم يقولوا أن إخواني، وأن هو بعض القرامة يقولوا أن هو إخواني، وأن هذا علاش طلعوه قناة سلمة، هذا كلام طبعا فاضي، لأن أصلا منظمة تشكيلات مخصوصة منظمة تركية ما لاش علاقة أبدا بالإخوان المسلمين، وحتى لو كانوا إخوان مسلمين فنتشرف أن يقدم الإخوان المسلمين خدمة كما هذه والدعم زي ما هذا اللي قدموه لطرابلس الغرب، منظمة تشكيلات مخصوصة كما سوف نرى، حنتكلم عليهم بعدين. طبعا الباروني في فترة اللي قعدها اللي هي قصيرة في الأستانة، خدم الإقليم أيما خدمة، منها يعني خدمات كثيرة لا تخلو من دسائس طبعا حكيت ضده، حتى وهو عضو في المجلس الأعيان العثماني كان يعني كان بعض الخسيسين زي ما ذكرنا المرة الفاتت حاولوا تحويل قائمة مقامية من يفرن إلى صبراتة باش ينقصوا عدد الناخبين وإلى آخره، لكن طبعا مساعيهم فشلت بإخلاص المخلصين من أهالي الجبل، من أصدقائه المؤمنين به. طبعا من كبرى إنجازاته هو الحصول على الدعم لتوصيل الطريق الممتد من جنزور في اتجاه الجبل، وكذلك التحصين ضد الكوليرا، خدم وحارب الكوليرا مع العثمانيين طبعا، وخدم خدمة كبيرة في هذا الباب، حفر عدة آبار وقام بإصلاح بعض المهمل منها في الجبل، منع فرنسا من انتزاع جزء من الأراضي الطرابلسية، طبعا انتزاعها وتعدي الحدود المتعارف عليها طبعا آنذاك. طبعا في خضم كل هذه المشاكل والانشغالات وصل الباروني خبر وفاة أمه رحمة الله عليها. بقي طبعا في الأستانة غير 3 سنوات بس هو، فمن 1908 إلى 1911 عاد إلى الوطن، عاد إلى جبل نفوسة لكي يواسي والده وإخوته، وصادف أنه كان في جادو لما تلقى خبر يؤكد وقوع الاحتلال فعليا وبداية قصف الأسطول الإيطالي لمدينة طرابلس. طبعا زي ما ورد في المسلسل وشفتوها التصوير الرائع والأشياء هذه اللي داروها عن القصف الإيطالي لطرابلس الساحل، ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من حياة الباروني المجاهد. حقيقة أعلنت إيطاليا الحرب على طرابلس، وتفصيلها يحتاج لشريط وحدة، نحتاج ندير عليها شريط وحدة وفيها أشياء كثيرة جدا، ولكن وجب القول أن الباروني أعد تقرير سري قدمه للحكومة عن كيفية التصدي للغزو الإيطالي، ولكن الباب العالي ما اهتمش بالتقرير متاعه،
وبصريح العبارة حقي باشا هذا السفير السابق للأستانة في إيطاليا، والعلم هذا طبعا زوجته كانت إيطالية وأصبح رئيس وزراء فيما بعد، وتآمر على عزل الوالد طرابلسي آنذاك إبراهيم باشا، وهو اللي مع يعني منع أو مش منع صد الحكومة من الاهتمام بالتقرير السري اللي قدمه الباروني للباب العالي عن نية إيطاليا في احتلال ليبيا. إبراهيم باشا طبعا اعتزل الباشوية لتفرغ أمور الجيش، لكن حقي باشا هذا الخائن اللي ذكرناه مرة أخرى تآمر ضده وعزله. هنا نرى أن الإيطاليين طبعا يعرفون الباروني جيدا ويحكون المؤامرات ضد هذا من غير شك، حتى قبل إعلانهم الحرب على أقليم طرابلس الغرب. طبعا الاستعمار والحروب والمشاكل هذه كلها مش جديدة على الباروني زي ما تعرفوا، وهو متابع جدا للصحف والجرائد والأشياء هذه كلها، الأخبار اللي تصير حولها في دول الجوار. فهو عاش في الجزائر زي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت، وكان احتلالها سنة 1930. عاش في تونس اللي احتلت قبل 7 سنوات من وصوله لها، اللي هو سنة 1880، يسمى فيها الحماية. مصر كذلك احتلت عندما وصلها كانت محتلة لما وصلها منذ 1982، وكان يعلم جيدا أن الدور قادم على ليبيا لا محالة، ولهذا كان يتحرك في هذا الاتجاه أقليم طرابلس. هنا أريد أن أقف على موقف الباروني قليلا لكي أبين معدن الرجال. يعني بعد ما وصله الخبر اللي ذكرناه قبل شوية عن قصف طرابلس، أول شيء داره الباروني، أول حاجة داره عشان هي كان توضى وصلى وإلى آخره، بعدين فتح دفاتر الجهاد، قيد أسماء المجاهدين، وكان أول اسم قيده اسمه هو، يعني يكون هو أول واحد في قائمة الجهاد. وجمع الأعيان في قضاء فصاط وبقية المناطق الأمازيغية، وقعوا جميعهم شبههم وشبابهم بدون أي تردد في الدفاع عن طرابلس. راسل كذلك الزنتان والرجبان الرحيبات الحرابة أولاد بوسيف المحاميد وغيرهم، أولاد بوسيف لهم موقف مشرف جدا وحنتكلم عليه بعدين، وغيرهم يعني للدود عن الوطن وحماية الدين، وجابوا جميعا تحت إمرته. طبعا دعاهم لتجاوز خلافاتهم المذهبية والعرقية واللغوية، وتم ذلك فعلا. راسل الباروني التلغراف للباب العالي ليعلمهم على عزم إقليم طرابلس على المقاومة حتى آخر نفس. ونشأت باسا دار نفس الشيء على فكرة، ونشأت باشا اللي هو ولي طرابلس أخرج جميع المعدات الحرب وكذا إلى العزيزية، وكان ينتظر جواب من باب العالي. وللأسف جاته جواب باب العالي باش هو يبدأ المقاومة، جاته برقية من باب العالي تقول تمنع عليه المقاومة. فالباروني طبعا لما وصلت الرسالة هذه، الباروني أصلا كان في طريقه إليه، ووصله مع 70 من أعيان الجبل، وتلاقوا في سواني بن يادم، دخل عليه رفعت باشا وقال له رفعت باشا عليه الجواب اللي بعته الباب العالي برفض المقاومة. فقال له الباروني نحن عازمون، احنا بنقاومه، انت ما تبيش قامز. ولكن حقيقة اقنع الباشا انه يلبسوا هو وجنوده اللباس الليبي وباش ما يظهرش منظر التركي ويقاوموا معهم، وفعلا اقتنع ودخلوا مع الليبيين بلباس ليبي. وننتظره حتى ونكتبه معاك لجواب للباب العالي حسب ما قال الباروني، والجواب هذا ننتظره لن يردوا علينا. كان الباروني يشرف على صفوف المجاهدين، ومعه فرحات بيك الزاوي اللي هو ذكرناه في المسلسل، عفوا ذكر في المسلسل في أكثر من مرة بل حقيقة بكثرة. للمعلومية بس فرحات بيك الزاوي كان من النوادر والنوابغ في ليبيا، كان يتقن الفرنسية على فكرة، معنا في الفيلم ذكرش هلبة بطلاقة، وكان قد درس في السوربونة من أعرق الجامعات العالمية آنذاك، وشخصية حقيقة تستحق الإشادة والوقوف عندها بالرغم من أنها في المسلسل كان لها دور ثانوي. طبعا لها أدوار ثانية مش مشرفة هلبة في المستقبل، لكن أبدا لا ترتقي لدور الخيانة أو أي شيء، كان رجل دولة بامتياز. طبعا في هذه الأثناء جاءت برقية أخرى من باب العالي بالموافقة على المقاومة، موافقة على المقاومة دون إعلان الحرب على إيطاليا. فعلا حصلت مقاومة عنيفة أبلى فيها المجاهدين بلاء حسن جدا، ذكرها الباروني في مخطوطة تاريخ الحرب في طرابلس الغرب، احنا نتكلم عليها أكثر بعدين. فمنها معتلا معركة الشط شارع الشط
معركة الهاني في 4 ديسمبر من نفس العام 2011، وفي قرقارش في 12 يناير 2012، وفي قصر بوكماش في مارس من نفس السنة. طبعا بعد معركة الهاني راسل الباب العالي الباروني، طبعا راسل الباب العالي باش يعلنوا الحرب ضد إيطاليا، وبعد مشادات داخل البرلمان وافقوا على إعلان الحرب، بدأوا إرسال العتاد والضباط لعينة المجاهدين. هنا هو نجي قصة مصطفى كمال أتاتورك اللي هو أصبح أحد الضباط في المقاومة الطرابلسية ضد الإيطاليين. بس للمعلومية بس، يعني في معركة سوق الجمعة بومليانا يوم 29 أكتوبر 1911، هذه حقيقة وحدها ما عرفت علاش ما ذكرهاش في المسلسل، قتل 500 إيطالي، كانت فضيحة بكل معنى الكلمة للإيطاليين، بالرغم من تفوقهم العددي، تطور أسلحتهم، مباغتتهم، كله المعركة هذه أبلى فيها الليبيين بلاء حسن حقيقة. المعارك اللي خاضها كثيرة ضد الإيطاليين، شارع الشط بومليانا زي ما ذكرنا، سيدي المصري، عين زارة، استمرت المقاومة حتى سامحوني الناس دي ما يقولوا لي انك انت تنقز من موضوع موضوع، بس هذه كلها مرتبطة، التاريخ مرتبط ببعضه. فنبي نحكي لكم قصة حكاها الباروني في كتابه نفسه، هذا كتاب تاريخ الحرب في طرابلس الغرب، عن مدفع كان في كورزناتا اللي هي التلة البسيطة هذه اللي على باب زناتا، نصب فيها المجاهدين بين الأشجار، طبعا توا ما فيش أشجار ما في شيء، اللي يرعب العدو، نصبوا منجنيق مدفع، وقام بمفعول فعلا المدفع هذا اللي ما عرفوش منين يجيهم الضرب، وحتى المراقبين متاعهم والجواسيس متاعهم ما عرفوش مكانه في البداية، وكانوا شني يضربوا بضرب عشوائي، فخسر الإيطاليين الكثير من ذخائرهم في الهواء، هيك زي ما تقولوا في الفاضي خلة. يقول الباروني تحت عنوان محاولة العدو الاستيلاء على المدفع وشجاعة مجاهد صارت مثلا أعلى، يقول تضايق حرفيا، يقول تضايق العدو من هذا المدفع الذي لا ينفك يزعجهم. بعدين قال الباروني تاني جواسيسه الصادقين، جواسيس طبعا رأوا فيه جواسيس، مش كل اللي بيروا كانوا مقاومين وإلى آخره، الطحالب والقرامة كانوا من هذاك اليوم، يعني طبعا عرفوا المكان عن طريق جواسيسهم، وجو زاحفين في الليل باش يستولوا عليه المدفع هذا، جايبين معهم حتى حمير على فكرة باش يرفعوا بها المدفع. وكان ذلك في منتصف الليل تقريبا، كان أكثر المجاهدين ركن إلى النوم عند المدفع من أهالي الجبل، كان عند المدفع واحد مجاهد واحد من أهالي الجبل من جبل يفرن، شاب موظف في الحكومة يقول الباروني، كان واقفا فرأى جيشا عرمرما من العدو متدفقا بالليل مع الشارع الكبير الموصل للمدفع، فثبت قرارا كالأسد وأطلق بندقيته فلم يقاتلوه، يعني هم مبوش يردوا عليه، خافوا أن أمر ينفضح والمجاهدين ينوضوا من النوم، لكن المجاهد أصر وأصبح يطلق الرصاص عليهم، يطلق الرصاص عليهم بدون فاصل حتى استفاق وهم ردوا عليه، وأصبحوا يضربوا حقيقة سلما من هذا الضرب ونجا. فسمع بعض المجاهدين هذا واستفاقوا وقاوموا معه، وصبوا الرصاص متاعهم ضد العدو وعاد فارين الإيطاليين. المهم اللي قال الباروني، فحمدنا الله على سلامة المدفع، ووجدنا المجاهدين كلهم يثنون على هذا الشاب متعجبين من ثباته ومقاومته نار العدو. طبعا إلى أن أدركه المجاهدون فكان هو المنقذ الحقيقي للمدفع. للأسف لم يذكر الباروني اسم هذا الشاب، ولكن ذكر في الكتاب أيضا أنه استشهد دفاعا عن مدينة طرابلس زي الكثير الكثير كثير منهم، بعض أقاربي شخصيا وجدنا الله يرحمه وأعدم في طرابلس. حاول الإيطاليين اغتيال الباروني في معركة منطروسة بعد هذه، طبعا الطليان ما كانش كل شيء مقاومة، كانوا استخدموا أساليب كثيرة منها المفاوضات، ما تنسوش نصاير توه المفاوضات، منها الخسة هذه، وبعت من يريد مثلا زي ما قلنا في معركة منطوسة، نحمد الله يعني الباروني ما صار له شيء في محاولة الاغتيال هذه، وكانوا هادره من الليبيين اللي حاولوا يقتلوه، يعني اللي بعتوه الطليان.
وبالله ملاحظة وسامحوني جانبية أخرى، علاش في المسلسل خادم الباروني وحارسه الخاص به أبيض؟ علاش؟ واسمه محمد مرزوق على فكرة. محمد مرزوق التقط في يعني كان في صور كثيرة مع الباروني، واسمه محمد مرزوق الشوشان، كان أسمر يا ناس ما كانش أبيض. علاش؟ علاش ما بينوش شيء أنه هو أسمر؟ وكان فيه مجاهدين كبار هلبة ليبيين سمر، فأنا تمنيت أن هم يبينوا هذا في المعركة. على أي حال، هذه ملاحظة جانبية. بعد مقاومة المجاهدين في معركة الهاني، ومعروفة معركة الهاني معركة كبيرة جدا، الجنرال سالسا توما أرسل برسالة يريد بها استمالة الباروني، يعني قال فيها سوف يقع الصلح بيننا وبين العثمانيين قريبا، وعليكم عدم المقاومة والاستسلام للأرواقة. فرد عليه الباروني برسالة من سطرين بس، هيك سطرين كلمتين وقص، وهذا اللي نتمنوه، نلقوا قائد زي الباروني الآن يحسمنا في هالطبيخة اللي صايرة. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين خاضعين للعلم العثماني المقدس. طبعا يعني الباروني عنده طلعات زي هذه جميلة، قديش عجبتني الرسالة هذه. على أي حال، بعد كل المقاومة والانتصارات اللي خاضها المجاهدين، وكانت فعلا انتصارات يا ناس، زي ما بين المسلسل، وزي ما أكثركم عرف، أرغمت إيطاليا العثمانيين على توقيع معاهدة أوشي لوزان المشؤومة، وهذه كانت تقريبا سنة طبعا 1912 في 18 أكتوبر، وهي طبعا مشؤومة لأن الصلح يدعو إلى انسحاب القوات العثمانية من ليبيا. راسر الباروني الباب العالي قائلا: انسحبتم من اقليم، كان انسحبتم يعني باختصار من اقليم طرابلس، فاننا لن نتوقف عن المقاومه، كنا نجاهد باسم العثمانيين والطرابلسيين، والان سوف نقاوم باسم الطرابلسيين فقط. واستمر طبعا الباروني في المقاومه مع عدد الرجال. طبعا زي ما بين المسلسل وزي ما اكثركم عرف، ارغمت ايطاليا العثمانيين على هذه المعاهده، و هذا سبب شقاق كبير بين المجاهدين، وهذا لم يذكر المسلسل على فكرة، ربما بيذكروه في الحلقة الجاية الله أعلم، حيث عقدوا اجتماع كبير في العزيزية، وللأسف بين جزء منه المسلسل ولكن مش شنو صار فيه بالضبط. وقع انقسام كبير بين المجاهدين، أغلبهم أراد إيقاف المقاومة وقالوا كيف نقاوم وحنا ونسحب العثمانيين ومعش عندنا قدرة. عدد صغير جدا استمر في المقاومة، منهم الباروني ومحمد البوسيفي، محمد سوف المحمودي، وأنا ذكرت البوسيفي بكري لأن كل أولاد بوسيف بقوا مع لامازيغ في هذه المقاومة مع المحمودي وأهل الجبل ومن معهم، والآخرين لم يروا جدوى من المقاومة، وللأسف منهم العبقري الليبي اللي نسمي فيه اللي هو محمد فرحات الزاوي، خليفة بن عسكر، نوري السعداوي، مع الفيلم المسلسل براه بشكل تاني، عمر المنصوري وغيرهم. فقط للتدقيق التاريخي ذكرت هذا. كان من نتيجة هذا الاجتماع أن بعض المناطق اللي كانت تحت سيطرة الزعماء اللي رضوا بالصلح مع إيطاليا استسلمت للاستعمار دون مقاومة، دون أدنى مقاومة، يعني بسطت إيطاليا نفوذها عليها، وكان هذا أكبر حقيقة، أكبر نصر حققت إيطاليا إلى الآن. إيطاليا بعد الكر والفر والحروب اللي ذكرتها لكم من بكري مع المجاهدين، والله في سنة كاملة لم تستطع أن تتوغل بعيدا عن السواحل الغربية لطرابلس. 18 كيلو يا ناس بس، هذا اللي حققته إيطاليا خلال سنة مع كل البوارج والحرب والطائرات والعالم ذاك كله، و 18 كيلو هي مرمى المدفع متاعهم بس يعني. بينما استطاع الانقسام بين المجاهدين، وهذا درس لنا جميعا في اجتماع العزيزية، أن تبسط نفوذها وفترة وجيزة خلال شهرين بس، شمل الاحتلال منطقة الساحل بأكملها دون مقاومة تذكر، وزيد عليها غريان وطربونة. غريان وطربونة كانت كذلك انضمت. أما الباروني ومعه فقد انسحبوا من بؤتر العزيزية إلى جبل نفوسة، وبهذا نجحت إيطاليا في تفريغ كلمة المجاهدين واحتلال للأسف مناطق جديدة زي ما ذكرنا، وصلت إلى قدم الجبل. طبعا لما شعرت إيطاليا بخطورة الموقف وموقف سليمان الباروني واللي بقوا معاه من المقاومين،
وما قد يترتب عليه من مقاومة عنيفة، ولجأت لوسائل أخرى لتفريق المجاهدين وهي الإغراء بالمال. حاولت إيطاليا مساومة، وفعلا بعض الزعامات الأخرى، مساومة البروني وبعض الزعامات الأخرى تركت المقاومة مقابل مبالغ مالية كبيرة. وهذا حقيقة موجودة، يعني شنو بنكذبوا؟ يعني القرامطة اليوم واللي صاير في طرابلس وغيرها راهو مش بعيد عن اللي صاير زمان. فهذا كله صار، يعني مش معنا ما كيف ما فيش كيف نستعاره منه، هذا جزء من تاريخنا وللأسف الشديد هذا حصل. يعني من ضعاف النفوس وطلاب الدنيا أخذوا المال من الزعامات من إيطاليا. يعني مما دفع طبعا قائد القوات الإيطالية إلى إرسال رسالة إلى والد البارون الشيخ عبد الله البارون رحمه، كان مازال حي آنذاك. الرسالة وجدناها بتاريخ 23 نوفمبر 1912، ذكر فيها أن إيطاليا تحترم الدين الإسلامي وترعى حرمة النساء، ما عرفش علاش خصوا النساء، وأنها قامت بأعمال مفيدة في البلدان اللي احتلتها وقاعدة تطبل على شنداره في الحبشة وغيرها، وطلبت منه حقنا للدماء أن يقنع ابنه سليمان بترك المقاومة ومهادنة إيطاليا. شن تتوقعوا طبعا؟ سليمان الباروني رفض رفض تام. وبعدين حنتكلموا في الحلقات الجاية عليه قصة سفورزا، واللي هو بعد نشأة الحكومة حكومة تيفرين، وحنتكلم عليها هي وعضاها. لكن سفورزا هذا اللي وقع تحت الأسر عند الباروني كيف أعاده، وقصة طويلة هي بعدين يقولوها في الحلقات الجاية، وكيف برر أن الباروني تلقى المال من الإيطاليين وليس كما يقول القشاط العروبي الحقود لعنة الله عليه وعلى أمثاله اللي اتهم الباروني بأخذ المال من الإيطاليين. تخيلوا إيطالي مسيحي سفورزا يبرئ الباروني، وليبي عروبي حاقد يدعي أنه مسلم يتهم الباروني بالله فهموني من هو ما يجسد الإسلام الحقيقي. هنا طبعا نأتي على تشكيل حكومة تيفرين واللي تطرق لها المسلسل عفوا، ونتركها للحلقة القادمة لأنها موضوعها مشعب وكبير، وشخصيات اللي فيها فعلا قدمت الغالي والنفيس لأجل هذا الوطن حنتكلم عليها في الحلقات القادمة. نشكركم وسامحوني طولت عليكم، بس نبي نقول أن ما انتبهتش انني عندي الطاقية هذه العثمانية هذه قداش لها هنا، بعتها لي صديقي الحارس صلاح الحارس أو صلاح الموتري المفروض نقول. هنا الصورة، سألني بعضكم عن الصورة هذه قصة الشاي، عفوا هذه قصة الشاي حنتكلم عليها المرة الجاية، وهذه قصة الباروني مع محمد مرزوق الشوشان، تشوفوا فيه في الصورة راهو أسمر وليس أبيض كما ورد في المسلسل. على أي حال حبيت نعرج على هذه النقطة لأهميتها. نشكركم شكر خاص، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله. هاي أول بس نلكم طاقية عثمانية.